تفاقمت أزمة المياه في منطقة البوذياب في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار حتى باتت تهدد حياة سكان المنطقة التي باتت تشكو من قلة مياه الشرب في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة. والله ما ندري شو نسوي، حائرين يعني، نعوف بيوتنا ونعوف قاعتنا ونعوف زرعنا ونعوف يعني، ما وين نروح؟ لا حول ولا قوة. إذا مي نشربه مشترى، المي السقي البارحة واحد أجر مقطورات ثلاثة وعنده راشات بانيات قام يسقي بيهن، يشهد الله عليه يسقي بيهن بالمقطورة. ويشكو سكان منطقة البوذياب من تردي الخدمات في جميع مناحي الحياة، حتى أن مياه الشرب باتت مطلبا أساسيا بالنسبة لهم. احنا شنو إذا نبني شباب؟ يوميتي 25 واشتري تنكر 20,000، شنو إذا نبني؟ لا شغل لا عمل، وهذا الحر تشوفونه قدامكم. يجون قبل فترة هنا يترسون الثيل المسؤولين، انتخبونا وش تريدون نوفر لكم؟ درجات وظيفية، هسه ما نريد درجات وظيفية، نريد بس مي. حتى يرضى المحافظ وابراهيم العوسج اللي قبل كم يوم بخابر عليه انتظار وراه يعطيني رفض، زين خليه يشبع من المولدات ومن البوق مالته، وهذا المي مالتنا احنا بال 2022. ويحمل السكان الجهات الحكومية مسؤولية معاناتهم لعدم اكتراثهم بالأزمة التي تعصف بمنطقتهم وانشغالهم بمصالحهم الشخصية. يطلع يحاسب العالم، يوفر لها مي، يوفر لها كهرباء، يوفر لها خدمات، مو قاعد لواعد بالمحافظة والقيم قام قاعد بالقيم مقامية وحاطين هذا ما ادري منين جابوا لنا شو اسمه هذا مهند ما ادري شو اسمه بالري، يجي يقف يم المحطة، والله انا مو مازوم بالمي الشرب، ليش يابا اروح اجيب من لبنان يغذينا مي لو انت ابن المحافظة. ويتخوف السكان من تفاقم أزمة المياه في منطقتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب الدور الحكومي بإيجاد الحلول.